نبقى موجودين ونشد من اثرها وندعمها بجد. حضرتك محامي محترم يا استاذ طارق، ويا ريت يعني تقف جنبه، لان هو الراجل اكيد محتاج كل مساعده قانونيه. ده وعد مني وعهد عليا قدام ربنا وقدام حضرتك وقدام الشعب المصري كله، ان انا يعني بأضع كل امكانياتي رهن تصرف واشاره الفنان الكبير، وهو يستحق ده على فكره. يعني هذا ليس مجامله له، ولا احنا بنجبي عليه زي ما بيقول، لا هو حقه علينا وحقه على كل المصريين دعمه والوقوف بجانبه ورفع يعني روح المعنويه في هذه المرحله، خصوصا في السن ده وبعد التاريخ الكبير المحترم اللي قدمه للفن المصري والعربي. الأستاذ طارق العودي المحامي بالنقد، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. حاجات صعبة جدا والإنسان ما يقدرش يعني يستوعبها بشكل عادي، وطبعا في حق الرد موجود، جايز أهله عندهم مبررات، خايفين على ثروته. الحقيقة مش كده، الموضوع حاجة تانية، احنا موجودين عليهم شغالين، يعني اي حد ممكن يبقى عايز يرد في هذا الامر ويوضح لنا ايه الحكاية وايه الموضوع، هنكون سعداء جدا.